مرحبا واهلا وسهلا معي بفيديو جديد. اليوم حبيت احكي لكم عن بعض النصائح لسموثي، لحتى اول شيء يعطيكم عناصر غذائيه كثير مهمه، ثاني شيء يساعدكم على تخسيس الوزن، ثالث شيء يعني يكون صحي وما يضايق، تاخذوا منه عناصر مغذيه مش عناصر سيئه، وبعض المعلومات انه كيف تعملوه بالشكل الصحيح، بالشكل اللي جسمكم يستفيد منه وانتو تستفيدوا منه مثل ما انتو بدكم تستفيدوا منه، بدون بعض الاخطاء اللي كتير بشوفها انا بوصفات بالناس، بتصير بتألف وبتحط اشياء يعني الها داعي وما الها داعي. خلينا نشوف اول شغلة شو لازم ننتبه لها. اول شيء من المهم نعرف انه في نوع معين من الاشياء والعناصر اللي لازم نحطها نحن داخل هذا السموثي. شو هي هاي العناصر وشو المهم بالموضوع؟ اول شيء المهم بالموضوع انه نحصل على مواد مضادة جدا للأكسدة، الجسم بيستفيد منها، بينشط، بتنشط يعني بياخد فيتامينات، بياخد معادن كتيرة، بياخد مضادات للأكسدة، مواد موجودة بالأشياء الخضراء، بتكون مقاومة للسرطان، بتكون منشطة للخلايا، بتمنع الأكسدة بالخلايا، فكتير فوائد مهمة بهذا الموضوع. انا بعرف انه كثير ناس بتفكر انه سموثي نحن بنحط حليب شوية فواكه وخلص، وسكر كمان نصيبة يعني، حليب سكر فواكه، او في ناس بدها تعمله انه بشكل صحي اكتر بتحط حليب عسل فواكه، او في ناس بتحب تحط مثلا لبن فواكه عسل. هذا الشيء انا ما بنصحكم فيه لانه تقيل على المعدة، المعدة يعني صعب بسهولة تهضم هيك شيء، غير انه في دراسات عن الحليب رح احكي لكم عنها بفيديو لحال، ما رح احكي بهالموضوع هلا، بس دراسات هاي بتقول انه الحليب مضر جدا بالجسم، فيه مشاكل كتير بيعملها الجسم ما بيستفيد منه، موضوع الكالسيوم، موضوع يعني شغلة الكالسيوم، هاي الشغلة فيها ضرر، ممكن إذا حدا وصف كالسيوم لحدا مثلا عنده هشاشة عظام أو بده يقوي عظامه بيقول له خد كالسيوم، الكالسيوم موجود بالعظام، بس اللي مهم بالموضوع هو فيتامين دي، فيتامين د اللي هو بيشيل الكالسيوم وبيوديه للعظم، بيخليه يمتصه بشكل كافي. بدون فيتامين د هالشي ما بيصير، يعني العظام ما بتستفيد، فالكالسيوم مش هو اللي بيفيد، فيتامين د هو اللي بيفيد. الكالسيوم موجود بالجسم، موجود بالعظام، بس موجود يعني بالجسم، بس المحتاج فيتامين د لحتى يوصله للعظام ويخلي العظام تستفيد منه. ماشي، هلا الحليب ما بدنا اياه، غير انه بيعمل مشاكل بالمعده، كثير ناس عندها حساسيه من الحليب اصلا وما بتقدر تهضم اللاكتوز اللي بالحليب، ماده اللاكتوز اللي هي برضه عباره عن سكر، كمان بيرفع الحموضه بالجسم، كمان هي مشكله كثير يعني سيئه. المهم بالموضوع نحن خلينا بالسموثي، لانه انا بحب بفوت بموضوع بطلع بموضوع بعشر مواضيع. المهم انا شو حطيت هلا، حطيت اذا بتلاحظوا معي هون تفاحه، ليمونه، بتقدروا تحطوا طبعا اي شيء انتم بدكم اياه من انواع الفواكه، يعني مثلا تفاح، برتقان، اي نوع انتم بتحبوه او جاي على بالكم يعني تاكلوا منه. انا حطيت تفاحه واحده، حطيت ليمونه، وحطيت سبانخ. ليش سبانخ؟ هتقولوا لي شو سبانخ مش احنا بناكله بالملوخيه؟ لا، السبانخ اكبر من موضوع الملوخيه على فكره، واكبر من موضوع فطاير بسبانخ وهي الشغلات. يعني المهم بالموضوع انه احنا دائما على سموثي تبعنا يكون في نوع انواع فواكه احنا بنحب نحطها، ونوع واحد من الاعشاب.
سواء سبانخ، سواء نعنع، سواء ريحان، اي نوع، ما بعرف، زعتر، مش عارفه شو في انواع تانية من الاعشاب. في انواع كثيره على فكره من الاعشاب اللي فينا نحن نستفيد منها، ممكن بقدونس على فكره كمان، بس يفضل نحن نستخدم نوع واحد من الاعشاب، يعني نستخدم فواكه زي ما بدنا ونستخدم نوع واحد من الاعشاب، ما نخلط، ما نحط كثير اشياء، لانه هذا الشيء بيعمل انتفاخ بالمعده والجسم، والمعده ما بتقدر تهضمه بشكل صحيح. فننتبه انه يكون الفواكه عندنا، احنا حطينا فواكه، كميه من الفواكه، نحط هلا نوع اعشاب واحد، مش 100 نوع، نوع اعشاب واحد. انا بالحاله هي اخترت عندي السبانخ لانه فيه حديد، فيه فيتامينات، فيه معادن، غير انه اي شيء لونه اخضر فيه مضادات للاكسده، وفيه كثير من الزيكونديرا فلامسلشتوفه اللي هي بتكون عباره عن مواد موجوده فقط بالنباتات والاعشاب، وإلها فوائد عظيمة بالجسم، زي إنها تحارب السرطانات، تحارب الأمراض، تقوي الجسم، تمنع التأكسد جوا الخلايا، فهالشي كتير مهم. يعني انتو ما بدكم سبانخ على فكرة، كتير ناس يعني بتقول إنه والله سبانخ طعمته ما حلو، بالعكس سبانخ فريش طعمته كتير طيبة مع السموثي، رائع جدا. فيكم تستخدموا زي ما قلت بقدونس، فيكم تستخدموا نعنع، ريحان، اي نوع انتو اعشاب انتو حابين تستخدموه، بس استخدموا نوع واحد لحتى ما المعدة تتلخبط ويصير عنا زي ما نقول انتفاخات ومشكلة بالهضم. الشغلة الثانية اللي انا بنصحكم فيها انه تستخدموا السموثي او تشربوه كوجبة، يعني ما تعملوه كعصير مرافق لوجبة، لأنه برضو هيك كتير على المعدة يعني بيكون، وما بتستفيدوا منه بشكل كافي، لأنه ممكن في أشياء تمنع امتصاص هاي المواد المهمة اللي إحنا بدنا إياها. يعني في ناس بتضيف كمان مكسرات على السموثي، ما بنصح فيها، لأنه المكسرات برضو بدها تعمل مشاكل وشغل إكسترا بالمعدة. إحنا ما بدنا، إحنا بنركز على شغلة واحدة المعدة تعملها والجسم يستفيد منها. في ناس بتحط كمان دهون زي زيت او زيت جوز الهند او زبدة او اشي زي هيك، يعني هذا الشيء برضو نهائيا ما تعملوه، بس نوع فواكه، انواع فواكه معينة انتو بتحبوها مع نوع عشبة واحدة من الاعشاب الخضرة يعني، ومي، مش حليب، مش لبن، مش عصير، مش اي شيء، بس هاي المكونات. فأنا بنصح بهذا الشيء، وزي ما قلت تاخدوه كوجبة واحدة، يعني مثلا حبيتوا على الفطور ناخده على الفطور، قبليه بساعتين ثلاث ساعات ما ناكل شيء، بعديه بثلاث ساعات ما ناكل شيء، لحتى الجسم يمتصه بكامل عناصره الغذائية بدون ما يصير أي لخبطة وأي يعني إعاقة بالموضوع. المهم كمان كتير إنه زي ما قلت نحن ناخده كوجبة، لحتى برضو الناس اللي بدها تخس، يعني هذا الشيء كتير بيساعدهم على فكرة، موضوع السموثي كتير بيساعدهم على الخسسان. في كتير عالم بتفكر انه انا لازم ثلاث وجبات باليوم وما بينهم وجبات، يعني تقريبا خمسة، في ناس تاخد اكتر من خمس وجبات حتى، وهاي الفكرة فكرة غلط للأسف. نحن بندرسها انه والله يفضل ثلاث وجبات، والفطور ما تنسوه، الفطور كتير مهم، هذا الحكي كله حكي فاضي. الناس اذا بتقدروا يعني تستغنوا عن اي وجبة انتو فيكم تستغنوا عنها، مش حاسين بالجوع، ما تاكلوا، ما يعني ما انه تغصبوا نفسكم على الاكل، لانه الجسم كل ما طول فترة الصيام بالجسم كل ما صار في اعادة برمجة بالجسم، كل ما الجسم ارتاح اكتر، المعدة ارتاحت، الجسم تخلص من كل الاشياء اللي فيه، السموم، المواد الضارة، الاشياء اللي اكلناها من قبل بيوم،
فالجسم بحاجه برضه لوقت، مش دائما يلا كل كل خد خد نعطيه طول الوقت، ما في ما يعني شغال 24 ساعه، لازم نعطيه شويه اللي هي فتره اعاده برمجه زي ما بيقولوا. فهي موضوع انه 3 وجبات انا راح احكي عنها بفيديو تاني. شايفين انا بحكي 5000 موضوع بنفس الموضوع، خلوني اعصر هذا الـ او اخلط السموثي وبرجع لكم. طبعا بالاثناء هاي اللي رحت اعمل فيها في كاس انكبت، يعني عن جد قديش الموضوع مزعج. يلا بسيطة. فكنا بنحكي عن انه ناخده كوجبة لحال، يعني هاي الكاسة زي ما انتم شايفين هذا اللي حطيته. طبعا انا حطيت شغلة تانية كمان، حطيت بودرة فيتامين سي الال ازوربين زويرا، هو مش بالصيغة يعني هو طبعا مصنع، مش الصيغة النباتية الكاملة اللي هي بتستخلص من النباتات، يعني هاي فيتامين سي بدون العناصر الثانية اللي بتيجي مع المواد الطبيعية، زي مثلا الأتسيرولا. الأتسيرولا فيها فيتامين سي بس معاها كمان مواد ثانية غير الفيتامين سي وبرضه مفيدة للجسم، بس أنا عندي فيتامين سي لحاله لأنه قوي كتير، فيه يعني كل معلقة صغيرة فيها 120 جرام، وحطيت منهم يمكن شي يعني حوالي فيها، يعني هاي الكاسة فيها نسبة فيتامين سي عالي، لأنه بشكل عام الإبريق اللي عملته فيه أكتر من 1000 جرام، عفوا 1000 ملي جرام، 1000 جرام مصيبة، 1000 ملي جرام فيتامين سي. أوكي، فيتامين سي برضو ما تخافوا منه من ناحية الكلى. اولا الفيتامين سي الجسم بيستفيد منه بعدة وظائف، يعني ما بيضل واقف بالجسم وبيطلع زي ما فات، بيطلع زي يعني بيفوت وبيطلع زي الضيوف، لا هو له مهام كتيرة بالخلايا بالجسم، لدخول الحديد، للكولاجين، للأربطة، للأنسجة، لكل إشي بالجسم في فيتامين سي مهم جدا. ففيتامين سي ما تخافوا منه. في كتير ناس بتقول أنا ما باخد لأنه ممكن يعمل حصاوي بالكلى، بس النسبة اللي إحنا بنحصل عليها من فيتامين سي قليلة جدا، فأنا بشوف إنه نحنا ناخد كفايتنا من فيتامين سي، نشرب مية منيح. الناس اللي ما عندها اصلا مشاكل بالكلى ما في داعي للخوف اصلا. الناس اللي عندها مشاكل بالكلى فيها تاخذ فيتامين سي الطبيعي وتضل مراقبه، يعني اكيد الناس اللي عندهم مشكله بالكلى بيضلوا بيراجعوا الطبيب بشكل مستمر ويضلوا يعملوا فحوصات للنسب يعني بالدم والكلاوي. فما تخافوا منه لانه الفيتامين سي بيروح بيشتغل اشياء كثيره بالجسم، والزياده بيطلعها بتطلع عن طريق البول. فهل فعلا ممكن يكون في كثير زياده، يعني احنا يعني هل نحن في عندنا كثير زياده من فيتامين سي؟ انا بالنسبه لي ما بعتقد، وانا بشوف من اروع الفيتامينات هو فيتامين سي، لانه بيعلي بيقوي كتير من المناعه وبينشط الواحد. يعني الناس اللي عندها رشح بتقول انه اخذت في بعض الدكاتره والناس والصيادله وهي الناس بتقول انه اذا انت يعني مرشح، يعني سواء اخذت فيتامين سي او ما اخذت فيتامين سي كله واحد، ما حطيه بوقت أسرع. لا، أنا بقول فيتامين سي مهم جدا للمناعة، فورا بيعلي المناعة، فورا بنشط بيخلي الواحد هيك متنشط ومصحصح. لما بصير عنده الواحد انفلونزا بصير هيك كسلان وهمدان وبده ينام، فيتامين سي بنشطه. فأنا بشوف فيتامين سي كتير مهم، غير إنه في أبحاث انعملت على ناس مصابة بالسرطان بنسبة 1000 ملي جرام عطوهم فيتامين سي، 1000 ملي جرام، أيوة يعني هو 1 جرام فيتامين سي، ولقوا
انه الشخص هذا اللي انعملت عليه هاي الدراسات مرض السرطان عنده صار يتراجع، وهذا الشيء دليل قوي. طبعا هيك دراسات ما بتطلع على الملأ، ولا تفكروا انه واو ليش الناس ما بتحكي عنها. كتير بيفكروا العالم انه اذا طلعت دراسة منيحة لشغلة طبيعية انه كل الناس رح تحكي فيها، لانه هالشي بفيد الناس وهالشي بيخلصهم من مرض معين. وللأسف هاي مش من مصلحة بعض تجار الأدوية، مش من مصلحتهم هيك دراسات، مش من مصلحتهم هيك اكتشافات، لانه هيك كتير من انواع الادوية والكيماويات والمستشفيات رح تقعد حاطة رجل على رجل يعني، وما حيشتغلوا زي ما بدهم ويقبضوا مصاري. فهي الشغلة شغلة مصاري. ففيتامين سي زي فيتامين دال، الشيء الخفي اللي كتير ناس بتحاول تخفيه، كتير عالم بتحاول ما تظهر هاي الحقيقة للناس، مع انه هاي حقيقة مهمة جدا، بس في كتير عالم بتحاول بتضل مستمرة بمحاولة انه هالشي لازم ان يضل بالسر، يضل بالعتم، الناس ما تعرف فيه، لحتى تضل الناس تحت رحمة الاطباء، تحت رحمة تجار الادوية، تحت رحمة الناس اللي بدها بس تستفيد بالمصاري واخر همها صحة الناس. الفيتامينات كتير مهمة. فنرجع للسموثي، موضوع كتير مشوق يعني، خلونا ناخد شفة. لذيذ كتير وحلو انه حامض، طعمه طيب. وعلى فكرة السبانخ يعني بصعب طعم فيها الواحد، بس مش انه هالطعم القوية يعني انه والله طعمة سبانخ كأنه عم باكل ما بعرف شو، لا، طعمة كتير فريش، كتير منعشة، كتير صحية. بالنسبة للسكر انا ما حطيت سكر بالمرة لانه ما في داعي يعني، اذا حطينا سكر او اي نوع من انواع السكريات المحليات راح كل تعبنا على الفاضي يعني، كلوا اللي بدكم يا احسن من هالتعب واللفة والدورة اللي على الفاضي. السكر ما له داعي بالسموتي. حبينا نحط سكر ممكن انا بعطي حالة استثنائية انه مثلا نحط اما الستيفيا الخضرة اللي لونها اخضر، تيجي بودرة خضرة ستيفيا، مش البيضة هاي اللي بتنباع بالمحلات، بتكون مصفاية ومنقاية وداخلة بمية عملية كيمائية لحتى يحصلوا على اللون اللي بدهم اياه. لا، بتكون بشكلها الطبيعي. هي طبعا الستيفيا عبارة عن اوراق، هاي الاوراق بتصير بتنطحن بعد ما تتجفف وبيطلع منها بودرة، هاي البودرة هي بنستخدمها بديل عن السكر. وطبعا هي بيقولوا انه صفر كالورين، ولكن انا بعتقد حسب الدراسات كلها اللي قرأتها انه فيها نسبة قليلة جدا بتوصل للدم، يعني ما بتخوف، بس انه بيوصل للدم مش انه صفر كالورين. فانا بس بفضل نستخدم الستيفيا الخضراء، وبفضل استخدام الإيريتريت. انا حكيت عنه فيديو، رح اعمل فيديو تاني عنه لانه كتير مهم. الإيريتريت نوع من انواع السكريات مصنع، بس هو اصله مادة طبيعية، على الاغلب بيستخلصوها من النشا تبع الذرة، يعني هم بيستخلصوها من الجلوكوز نفسه اللي موجود بالنباتات بالفواكه، بيستخلصوه بياخدوه وبيعملوا له عملية تخمير زي كيف بيعملوا لللبن، نفس موضوع اللبن والأجبان بيعملوا له عملية تخمير، بيصير عنا بينتج عنا هاي المادة اللي هي الإيريتريت اللي نحنا بنشتريها. صفر كالورين، ما بتوصل للدم بالمرة، بس كترتها لأنه هي تعتبر من أنواع الكربوهيدرات يعني السكريات الكحول سكر. شفتوا كيف فتت الموضوع اليوم موضوع؟ المهم كنت عم بقول انه هو يعتبر سكر الكحول، هو ما له علاقة بالكحول، بس الكربو في بعض انواع الكربوهيدرات بيوصلوها بعائلة الكحوليات، بس هي مش من الكحوليات المسكرة، انه الكربوهيدرات برضو تعتبر انواع من انواع الكحول، بس هي مش كحول يعني اللي احنا بنفهمه يعني. فهي بتعمل نفخة زيادة الإيريتريت، السكر هذا اللي هو خالي من الكالورين،
زيادته بيعمل ممكن يعمل نفخه واسهال، فانتبهوا يعني على الكميه. وبشكل عام الستيفيا نسبه الحلاوه تبعها اكثر من السكر العادي بكثير، بس يعني فيها شويه مرار وطعم غير الطعم اللي احنا متعودين عليه. الإيريتريت ما له طعم، بس بنفس الوقت النوع الحلو تبع اللي موجود فيه الحلاوة لحد 70% من الحلاوة السكر اللي احنا بنستخدمه، يعني أقل حلاوة من السكر المنزلي اللي بيباع بالأسواق. بس أنا كتير بنصح فيه، بتقدروا بيباع كبودرة، بتقدروا تستخدموه بالحلويات، بتقدروا تستخدموه بالعصائر، بالمشروبات، كتير كتير يعني يعني منيح كبديل. ما رح طول الفيديو أكتر من هيك، حكيت كتير بما فيه الكفاية. شكرا للمتابعة.